مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. اللهم لك الحمد بالاستغراق، ولك الشكر على الإطلاق، ولك الطاعة بالاستحقاق. أهل أنت لأن تحمد، وأهل أنت لأن تعبد. ترسل النقم ولا دافع، وتبسط النعم ولا مانع، وترفع من تشاء ولا واضع، وتضع من تشاء ولا رافع، وتصل من تشاء ولا قاطع، وتقطع من تشاء ولا جامع. سبحانه وبحمده يسمع حديث النفس في النفس، وصوت المماسة الخفية عند اللمس، ويرى السواد في الظلماء والماء في الماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. جل جلاله وتقدست أسماؤه، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. موجود بلا أين، بصير بلا عين، سميع بلا أذنين، متكلم بلا لسان، ولا لهات ولا شفتين. أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، واحد بلا عدد، قائم بلا عمد، دائم بلا أمد. جل أن تحويه الأمكنة أو تجري عليه الأزمنة. كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته، ولا مدى لمداكا. إن لم تكن عيني تراك، فإنني في كل شيء أستبين علاكا، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. نحمده بعد ما على السماء وما على الأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة العصماء، والصلاة والسلام على صاحب الراية البيضاء، الصلاة والسلام على صاحب الجبهة الغراء،
والصلاة والسلام على شمس الهداية الربانية ومبعوث العناية الإلهية، الصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، صلوات الله وسلامه على من هو بين الناس محمود وعند الله أحمد، صلوات الله وسلامه على من جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين على أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك مع وجوه نسأل الله بالطاعة أن ينضرها، صدور نسأله بالإسلام أن يشرحها، وقلوب نسأله بالإيمان أن يطمئنها، ونسأله تعالى كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته، في دار لا يبلى شبابها ولا يتكدر صفوها ولا يتنغص عيشها ولا يتغير سرورها، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، في دار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها، أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يخفيها، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا في هذه الروضة أن يجمعنا في روضات الجنات، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، بفضلك ربي لا بحولي وقوتي. الحب المخلد بين العمانيين والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو عنوان هذا اللقاء في هذه الذكرى الطاهرة والذكرى الماطرة
والذكرى الزاهرة والذكرى العاطرة، يطيب لي كثيرا أن أتكلم عن هذه الأمة، الأمة العمانية والشعب العماني والبلد العماني وأهل عمان ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم، وكذلك أتكلم عن مكانة العمانيين في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغاية من ذلك، الغاية من ذلك إيقاد جذوة ذلك الشعور في نفس من فتر في نفسه، لأن أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم بهذه الحقيقة التي ذكرتها وسأذكرها ولن أمل من ذكرها حتى يغادر النفس النفس، بهذه الروح المتوهجة المتوقدة بحب النبي صلى الله عليه وسلم والاتصال الوثيق به، خلدوا لهم مجدا يبيد الدهر ولا يبيد، يبيد الدهر ويفنى الحدثان ولا يفنى، تبيد الدنيا ولا يبيد مجد العمانيين الذي خلدوه. وأكرر أيضا أمرا، وهو عندما أتكلم عن فضل العمانيين ومجد العمانيين وصلة العمانيين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأنني عماني فقط لا، ولكن لأنني فرد من أمة زكاها الله وأثنى عليها، كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة ينبغي أن يفخر بكل ذخيرة خيرة نيرة فيها، سواء كانت في عمان أو في غير عمان، سواء كانت في عمان أو في غير عمان، ولكن شهادة هذا العبد الضعيف وشهادات كثر من المنصفين الذين قلبوا صفحات التاريخ العماني وأحوال العمانيين عرفوا حقيقة أن الامتداد الحقيقي للإسلام كان في هذا القطر، في وقت تاه فيه من تاه عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي هؤلاء متشبثين بالعروة الوثقى. هذه حقيقة لا ينطق بها العمانيون، وأنا لو كنت قادما من صحار كنت أتيت معي بكتاب، كتاب جميل جدا، هذا الكتاب رائع جدا، ولكن أنا جاي من العاصمة والكتاب ليس بحوزتي. هذا الكتاب راقي، كتاب من يعني تقريبا يتكون 200 صفحة، 200 صفحة وزيادة كذا، عن الإباضية في الخليج العربي، وتكلم عن العمانيين. عنوان الكتاب الإباضية في الخليج العربي، وتكلم عن دور العمانيين منذ أن دخلوا الإسلام وإلى أن دخل عهد الأئمة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، الذين تتابعوا كما يقول أبو مسلم البهلاني رحمه الله، تتابعوا دولة في إثر سابقة كما جلى الرسل أحيان فأحيان، أئمة حفظ الدين الحنيف بهم من يوم قيل لدين الله أديان، صيد شرات أبات الضيم أسد شرا، شمس العزائم أواهون رهبان. رضوان الله عليهم دخل في هذا، في هذا التاريخ وفي تلك السطور المشرقة وهو يحكي أمجادا حقيقة، حقيق بكل، لا أقول عماني، بكل مسلم أن يفخر بها. ويوجد هناك بعض الناس، بعض الباحثين وطلبة العلم ورواد الحقيقة، من يكتب ويقرأ في 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 كتب التاريخ باحثا عن أمجاد الإسلام، ولعله يعني لسبب أو لآخر يتجاهل التاريخ العماني، لعله يستبعد أن يكون هذا العمانيين، هذه الدولة الخليجية بالتعبير المعاصر،
لها يعني ذلك الشاء والذي يناطح الدولة الأموية ولا العباسية ولا العثمانية ولا غيرها. الواقع أن هؤلاء لو نظر إليهم بإنصاف لخلدوا أمجاد الإسلام الناصعة التي لم تخلدها لا الأموية ولا العباسية ولا العثمانية. ولكن العلة في مثقفينا، في طلبة العلم منا، وفي مناهجنا حتى الدراسية. لما الطلبة يدرسون عن الدولة العثمانية والعباسيين والأمويين والفاطميين وغيرهم، ولا ندرس عن الأئمة العمانيين وأمجادهم وعطائهم حقيقة الثر، هذا العلة عندنا نحن وفينا. عندما نجلس في مجالس علمية ويتحدث الغير عما عندهم، نقف نحن معقودي الألسن عن أن نذكر ما عندنا من تاريخ مشرق كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها. تنعقد ألسنة. أنا قبل يعني في الأسبوع الماضي والذي قبل كنت في مكة المكرمة، وحضرت حلقة علمية لعالم من علماء الحنفية في مكة المكرمة، والرجل منصف وعاقل وعالم. بعد ذلك أحد طلاب الشيخ ألح إلحاحا شديدا على أن يجلس معي في اليوم التالي، وأخذ رقم هاتفي، وفي اليوم التالي اتصل بي، وبعد صلاة العشاء اجتمعنا معه. قال: أود أن أعرف عنكم أنتم، يعني أبغى أعرف بحكم أنك أنت عماني، أخبرني عن العمانيين، أخبرني عن الإباضية، أخبرني عن علمائكم وإمتكم. فقد اطلعت على ما عندنا اطلاعا يكفي، لكن ما أعرف عنكم أي شيء. أنا حقيقة مسكت له العطاء العلمي قبل كل شيء، يعني ماذا قدم العمانيون في ميدان العلم. وكان عندي الجزء الثاني من قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة للشيخ جميل بن خميس السعدي رحمة الله عليه، وقلت له: أترى هذا الكتاب؟ قال: نعم. قلت له: هذا الكتاب يتكون من 91 مجلد. فقفز الرجل واقف وانتحت. 91 مجلد؟ قلت له: نعم. لمؤلف واحد؟ قلت له: نعم. وهذا المؤلف ذا الشيخ جميل بن خميس السعدي بعد أن أتمه أعاد كتابته مرتين، يعني هو ألف 91، خلص 91 وبعدين كتبه مرة، نسخه ثم نسخه ثالثة. قال: واحد؟ قلت له: نعم. 91 مجلد؟ قلت له: نعم. هذا من المتأخرين، وفي المتقدمين كتاب الخزانة في 70 مجلد. قال: عن أي شيء تتكلم؟ لا يمكن أن أصدق. قلت له: صدق أو لا تصدق، هذا برنامج عندنا، صدق أو لا تصدق، هذا واقع نحن نعلم به. في 70 مجلد. بيان الشرع في 73 مجلد. من كان مدخرا كنزا يفوز به فحسبه ببيان الشرع في الكتب. قال: في 73 مجلد؟ قلت له: نعم. قال لي: واحد؟ قلت له: نعم. واحد، عالم واحد كتب كتاب 73 مجلد، الشيخ محمد إبراهيم الكندي رحمة الله عليه. ومنهج الطالبين والمصنف 40 جزء، في 20 جزء، في 17 جزء كتب مؤلفات. قال لي: واحد؟ قال: نعم. قال: ولا يزال هؤلاء ينتجون كذا كتب ضخمة؟ هذه كيف حملوها وكيف تداولوها وكيف نقلوها؟ قلت له: عاد ربك ييسر يعني. ولا يزالوا ينتجون. قلت له: آخرهم إنتاجا الشيخ محمد بن شامس البطاشي نظم الإسلام في 124,000 بيت. فشهق الرجل: كم؟ قلت له: 124,000 بيت بعد أنبياء ذي الجلال ورسله ذوي المقام العالي. قال: وأين أنتم؟ إحنا ما عندنا خبر عنكم. أنتم 90 و70 و73 و124,000 بيت و20 مجلد و40 مجلد، أين أنتم؟ قلت له: موجودين، لكن أين أنتم؟ إحنا الحمد لله من القرن الثاني وإحنا نألف. جابر بن زيد رحمه الله ألف ديوانه وكان وقر 10 أبعرة، 10. أنتم بدل ما تفتخروا بهذا الإرث العظيم أجدادكم حرقوه.
أسلافكم اللي تعتبروهم أمراء المسلمين وتعتبروهم يعني سدنة للدين، ذيلا لما جاء على مكتبة المعصومة حرقوا هذا الإرث العظيم بل أن يفخروا به، لأن بقية من إرث الخوارج. أنتم تنظرون لهذا الإرث بعين غول، ما تنظرون إليه على أنه إرث من إرث الإسلام النبيل. يعني وإلا بالله عليك، يعني لما يجي أبو حمزة المختار بن عوف ويتكلم عن وجوب العودة إلى القرآن ونبذ حكم آل مروان ويدعو إلى دين الله ويذكر كيف جسد أصحابه دين الله في سلوكهم، ويجي المؤرخين اللي عندكم أقول له وما يذكر أبو حمزة، واللي يقول لك قال أبو حمزة الخارجي، قال أبو حمزة المختار الخارجي، يعني كثير عليه إنه يقول الإمام القائد العادل الفاضل الشاري، هذه يراها كبيرة عليه أبو حمزة الخارجي، وكل ذاك النبل والفضل الذي حبرته أقلامهم لم يقيموا له رأسا. ومع ذلك نحن أيضا نحن الإشكال منا، نحن لم نقدم هذا التاريخ، بل لم نقدم عليه. خل مسألة التقديم والترويج له، لأن احنا عندنا ما عندنا أبدا إطلاقا الأولاد. نعم الشباب عنده قصة عنترة بن شداد وعنده المهلهل المهلهل ذي، وتسمع قصص يعني ما ألف ليلة وليلة، ما عندنا الشباب أخذ خبر بشيء البر. واحد من الإخوة دعاني قال لي أنا أرجوك أنك تزورنا البيت، وأنا حقيقة كنت يعني أتردد، لكن مع الإلحاح صرت مع البيت. لقيت عنده أول ما دخلت كتاب المجروحين في علم الحديث، كتاب اسمه كتاب المجروحين في علم الحديث، وهو أبونا ما عنده أصلا حتى تلقين الصبيان ما قارنا، يعني ثقافتك انت عالية، كتاب المجروحين هذا يعني تقتنيه في خزانتك. قال شله عنه، تبغى تشله خذ طلع قد لعنه. قال ابتليت بامتحنت بهذا الكتاب قد لعنه ايش؟ قال انا صراحة يعني اشتريت هذا الكتاب كتاب المجروحين، يعني ظنيت كتاب مال قصص الحب وكذا، يعني قصص يعني مال العشق والحب والغرام، يقول كتاب اسمه المجروحين. يوم جيت الصفحة شي ما فهمت شيء البر. قال ابن لهيعة وقال يحيى بن سعيد القطان وقال أبو زرعة، وقال ماذا أبو زرعة وابن لهيعة أبدا في وادي وما يقرؤونه في وادي. أعود لأقول أن تاريخنا تاريخ مشرف، ونسبتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة وثيقة. يكفيكم أحبة الكرام ما كررته وقررته مرارا من أنه صلوات الله وسلامه عليه أثنى على العمانيين مرارا، أثنى على أخلاقهم فقال لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. هذه في رواية مسلم، وروى غيره إني لأعرف أرضا ينضح بجانبها البحر يقال لها عمان، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال نعم القوم الأزد، طيبة قلوبهم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم، برة أيمانهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام نعم المرضعون الأزد، يعني أهل عمان. نعم المرضعون أهل عمان يعني الأزد. وفي أفعاله وسلوكياته صلى الله عليه وسلم إذ كان يهدي الأثواب العمانية ويحرم في الأثواب العمانية، ويوم أن مات عليه الصلاة والسلام كفن في أثواب عمانية. احنا عندنا روايات في من مرويات أبي سفيان محبوب بن الرحيل رحمة الله عليه، والذي لا يرويها إلا عن عدول الفحول، ما يرويها إلا عن عدول الفحول. وفحول العدول رضوان الله عليه وعليهم جميعا، يروي رضوان الله تعالى عليه أن نسوة دخلنا عمانيات، نسوة من أهل عمان دخلنا على النبي على عائشة رضوان الله تعالى عليها، وسألتهن من أين أنتن، قلنا من عمان.
فحدثتهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكثر وراد حوضي من أهل عمان. فحدثتهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكثر وراد حوضي من أهل عمان. الشيخ ابن عديم عليه رحمة الله يترنم بأفريقيا بهذا الكلام، يقول: سيكثر ورادا على الحوض أهله إذا جاء يوم الحشر والكل هائم. سيكثر وراد أهل هذا القطر على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر هو صلوات ربي وسلامه عليه: وصدقتم المختار من غير رؤية إليه وجل الشاهدين مقاوموا، إليكم أسود الله مني تحية يمور بها فلك وتحدو رواسم، إليكم صناديد الغبيراء مدحة لها في الكروبيين قدر مزاحم. نعم، شهادات يشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل عمان متوالية تدل على فضلهم وعظيم مكانتهم وجليل فعالهم وجميل خصالهم. فبادل العمانيون النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الحب، بادلوه إياه. وانظروا روايات أبي سفيان في آخر الربيع، هذا الزوائد التي يعني لا أدري لماذا وللأسف الشديد فصلت عن المسند، وقيل إن المسند فقط جزئين والباقي هذا يعني هذه زيادات على المسند. الأولى أن تجمع كما هي، لأن أئمتنا لا يروون إلا عن ثقات، وهم أورع الناس عن أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يصح. فلثقتنا فيهم نقول تلك الروايات صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنهم ثقات لا يروون إلا عن ثقات، وهم معروفون لا يرون إلا عن معروفين رضوان الله تعالى عليهم. قلت: وكما أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل عمان أحبه أهل عمان. هذا مازن هو خارج من هنا ينشد في حب النبي صلى الله عليه وسلم أناشيد. والعجائب، ومن العجائب أن الذين كتبوا في شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم أهملوا مازن بن غضوبة. هذا مازن بن غضوبة ما ذكروه عن إيش؟ لأن عماني. ما يذكروا شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. الواقع أنه من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، من شعراء الرسالة. أليس هو الذي خرج على ناقته من هنا من عمان وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد داره، يقول له: إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج، لتشفع لي يا خير من وطئ الثرى، ليغفر لي ذنبي فأرجع بالفلج إلى معشر، فارقت في الله دينهم فلا دينهم ديني ولا شرجهم شرجي. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقلب ملأته الأشواق: إليك رسول الله خبت مطيتي، خبت اشتياقا ولم تمشي مشي التأدة والأناة، خبت مطيتي أي ناقتي تجوب الفيافي، لأن عمان بعيدة قاصية عن المدينة، بعيدة بعدا شاسعا واسعا، حتى أن الحسن البصري عندما مر على قول الله تبارك وتعالى: يأتين من كل فج عميق، قال: من عمان. ذكر ذلك القزويني في آثار البلاد وأخبار العباد، وذكره غيره. قال عن الحسن البصري أنه قال في قول الله: يأتين من كل فج عميق، قال: يأتون من عمان، لأنها قاصية. يقول: تجوب الفيافي من عمان إلى العرج لتشفع لي يا خير من وطئ الثرى. هذا الكلام يقوله رضوان الله عليه قبل أن
تكتحل عينه بمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنت خير من وطئ الثرى لتشفع لي، يا خير من وطئ الثرى ليغفر لي ذنبي فأرجع بالفلج إلى معشب النجح والفوز والفلاح، لتغفر لي يا خير لتشفع لي يا خير من وطئ الثرى ليغفر لي ذنبي فأرجع بالفلج إلى معشر فارقت في الله دينهم فلا دينهم ديني ولا شرجهم شرجي. هذا مازن، وهذا عقبة العتكي العماني الصحابي رضوان الله عليه، والذي كان من ضمن الوفد العماني الذين خرجوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيعين لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيعين لعمرو بن العاص، لأنهم لما بلغهم خبر نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا من الشهامة العربية ومن الحمية الدينية ما أظهروا مما هو لائق بأمثالهم، فلم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عمان فذا فريدا، وإنما خرجوا معهم وعلى رأس أولئك الوفد عبد ملك عمان ثاني الملكين، عبد كان على رأس الخارجين مع عمرو بن العاص من عمان مشيعين له إلى أن وصلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وقالوا هذه أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون عمرو بن العاص، ووديعة النبي صلى الله عليه وسلم أرجعناها إليكم. فانبرى عقبة العتكي هناك وفي مشهد ومسمع ومرأة من الناس ليقول وفينا لعمر يوم عمر كأنه طريد نفته مذحج والسكاسك رسول رسول الله أعظم بحقه علينا، ومن لا يعرف الحق هالك، وإنا أناس يأمن الجار وسطنا إذا كان يوم أسود الشمس حالك. قال رسول رسول الله أعظم بحقه علينا، هذا حق رسول رسول الله عند العمانيين وفي قلب العمانيين، هذا حق رسول رسول الله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول رسول الله أعظم بحقه علينا، ومن لا يعرف الحق هالك. وقال أيضا وفينا، وفينا يفيض الوفاء، وفينا تعشش أفراخه، وفينا وفينا يفيض الوفاء، وفينا تعشش أفراخه كذاك الوفاء يزين الرجال كما زين العود شمراخه. وقلنا لعمر وقد جاءنا وقد نفخ الرأي نفاخه. هذا ليس ما عدوه من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة، لأن عماني طبعا. هذا وفى للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء غريدا في دوحة الصديق رضوان الله تعالى عليه ليخبر بهذا الشعور وينبئ بهذا الإحساس الكامن في نفسه وفي نفس كل العمانيين الذين جاءوا والذين لم يحضروا. قال وإنا لقوم يأمن الجار وسطنا إذا كان يوما أسود الوجه حالك. وبقوا هناك يوما ثم اليوم التالي، وقام فيهم الصديق بعد ذلك خطيبا الخطبة العصماء الفواحة الشذية التي خلدها التاريخ وسجلها الزمن وأبقتها الأيام وهي معروفة مشهورة. وعادوا بعد ذلك ليمضوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطه الذي رسمه لهم. يقول الشيخ أبو مسلم عليه رحمة الله عن أئمتهم، يقول ما زايلت خطوة المختار خطوتهم ولا ثنى عزمهم نفس وشيطان، فجاهدوا واستقاموا في طريقته عزومهم لصروح الدين أركان، وقف على السنة البيضاء سعيهم وفي الجهادين إن عزوا وإن هانوا. رضي الله تعالى عنهم التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
فكانت علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة وثيقة، كانت علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام علاقة وثيقة، كانت علاقتهم قولا وعلاقتهم به عملا. يجي جابر بن زيد هذا الذي خرج من فرق التابعي رضوان الله عليه ويتحسس ويتجسس عن خصوصيات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس السيدة عائشة ويسألها عن خصوصيات أحواله، كيف كان حاله معكم، كيف كان حاله في بيته، كيف كان حاله في أزواجه عند أزواجه، كيف كان حاله في نومه في يقظته، ما الذي يريده جابر بن زيد من خلال استخباره عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة في بيته، ما الذي يريده؟ يريد أن يرتقي في اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم عن واجبات الأفعال إلى حتى الأفعال والسلوكيات التي يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم بتلقائية، السلوكيات اللي يفعلها النبي بتلقائية، يريد جابر رضوان الله عليه أن ينقلها وأن يسطرها وأن يحبرها وأن يخلدها وأن يمضي على نهجها رضوان الله عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها يلج جابر رضوان الله عليه معها في مسائل بسببها كان جبينها يتصبب عرقا، وهي تقول له سل يا بني، تقول له سل يا بني، وهو يسأل وينهل ويعب من حياضها ويمتح من أنهارها العذبة التي أفاضها عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يجعل جابر يستخبر عن أخباره صلى الله عليه وسلم وعن أحواله؟ إنه الحب الغامر الهادر الذي وعاه قلبه وتشبعت به روحه المؤمنة رضوان الله تعالى عليه. ولا ننسى أن جابر خرج بهذا الشعور من هنا من عمان قبل أن يلتقي بالصحابة وقبل أن يلتقي بالأكابر هناك، خرج بهذا الشعور من عند العمانيين الذين عرفوا بحبه عليه الصلاة والسلام. يعني خرج من عند أبوين مسلمين صالحين ربياه على الدين وعلى حبه والتمسك به وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دفعه للخروج منها هنا إلى هناك ليفتش عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عن دقيقها وجليلها، جابر بن زيد رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا النهج من الصلة الوثيقة به عليه الصلاة والسلام درج العمانيون، فتجد أنهم لا يقدمون على قوله قولا ولا على أمره أمرا. في القرن الثالث الهجري يسأل سائل أو عن عالم من علماء القرن الثالث الهجري الشيخ بن جعفر صاحب الجامع، يسأل سائل يقول كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الشيخ بن جعفر كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وللشيخ بن جعفر رأي يقول فيه كذا وكذا، فقال العالم لعل أبو سعيد ولا غيره قال اضرب بقول ابن جعفر عرض الحائط. ابن جعفر هذا قطب من أقطاب العلم والفتية في زمانه، أحد الذين كانوا مراجع الفتية في القرن الثالث، يقول كلام ابن جعفر اضرب به عرض الحائط، كلام ابن جعفر اضرب به عرض الحائط. وكذلك أبو سعيد وابن بركة كثيرا ما تجد في آثارهم إن كان هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه المعول وهو المقدم، وتجد كثيرا في آثارهم كذلك جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي معترض ويقول إذن يحدث كذا، ويأتي بإيرادات يقول لا شوف ما دام جاءت السنة بكذا فلا تناقش لا تجادل. حتى الشيخ السالم رحمه الله هنا يقول في جوهره وهو من الأئمة المتأخرين العماني المتأخرين يقول فالمصطفى يعتبر الأوصاف ونحن نحكي بعده خلافا، لا نقبل الخلاف مهما ورد نص عن المختار حكما أسندا، وفعله صلى عليه الله يلزم أن نأتيه كما هو
كذا قال صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل، فلنكن لفعله فاعلين ولقوله ممتثلين. كذا كان النهج العماني، وكذا العلماء العمانيين، وكانوا يربون أبنائهم على هذا النهج، على هذا الهدي، وهم على هذا السمت. ليس هذا على مستوى العلماء والمؤلفات، بل هو الشعب العماني على حب النبي صلى الله عليه وسلم سجية، شيء سجية على عهد الإمام الخليلي اللي هو آخر، يعني الإمام قبل الأخير من أئمة عمان، الإمام قبل الأخير الثاني والستين من أئمة عمان. يا لما سئل في الفتح الجليل عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واجبة كلما ذكر. يقول الإمام محمد عبد الله الخليلي لما سألوه عن حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجب في العمر مرة ولا في المجلس مرة ولا ماذا، ما رأيك أنت؟ قال تجب في كلما، قال تجب كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. هو مذهب القطب رحمه الله، ولعله مذهب العلامة القنوبي متعنا الله بحياته. قلت وعلى هذا سار ذاك الإمام الخليل عليه رحمة الله، كان يجمع المسلمين معه في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون مولده صلوات الله وسلامه عليه، وتتعطر الأجواء بذكر ذلك. وأبو مسلم البهلاني عليه رحمة الله لما جاء يعبر عن حب النبي، عبر عن حبه النبي عمر 17 سنة، ترى يعني قصيدة مدح النبي عليه الصلاة والسلام نظمها أبو مسلم البهلاني وعمره 17 سنة. هاد عمره 17 سنة في الحاضرين، هاد عمره 17 سنة، 17 سنة كذا، 17 سنة. نعم، كان شاعرا في هذا السن، وهو يقول غوث الوجود أغثني ضاق مصطبري، سر الوجود استلمني من يد الخطر، أنس الوجود قد استوحشت من ضرري، وفي محالك إنقاذي من الضرر. ويعبر عن حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، وكيف فعل فيه الأفاعيل. يقول نار المحبة نار لا يقام لها، لواحة قسما بالحب للبشر، لا يصدق الحب إلا من يموت به، ما للهوى دون حسو الموت من قدري، لا يصدق الحب إلا من يموت به، ما للهوى دون حسو الموت من قدري، طارحت أهل الهوى حتى بليت به، ففتهم ومشوا خلفي على أثري. جلست يقول أعبث معهم اللي كتب في الهوى، قمت أكتب معهم، فإذا بي أفوقهم وأمشي أمامهم. وتفاعل الشيخ سعيد بن خلف الخروصي عافاه الله تعالى وشفاه، بسم الله، مع بردة البصيري الحمد لله، التي مطلعها أمن تذكري جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرام مقلة بدم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضم. هذا اللي كان لما يسمعها الإمام الخليل عليه رحمة الله فيما يروى عنه، كان يقول كذا فليمدح من أراد أن يمدح، وإلا فليسكت. بعض الأدباء يقول هذه البكر التي لم تفض، لم تجارى ولم تبارى. شوقي لما جاء يجاري هذه القصيدة في قصيدته الميمية المشهورة، ريم على القاع بين البان والعلم، أحلست كدمي في الأشهر الحرم، لما رنا حدثتني النس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. قال معتذرا للبصيري صاحب البردة الأصلية، قال الله يعلم أني لا أعارضه، ترى أنا هذه القصيدة لا ترقى لي أن تسمى مطارحة ومعارضة للشعر البصيري. يقول الله يعلم أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب الهاطل العميم، السيل إن تحدر حد يوقف أمامه ويعارضه ولا يمازح؟ لا، ما يمازح، هذه البردة ذي سيل متحدر، فما حد يوقف أمامها. قال من ذا يعارض صوب الهاطل العميم، مديحه لك حب صادق وهوى
وصادق الحب يملي صادق الكلمة. لجا عايض القرن هذا الشاعر المعاصر فشوية نوعا ما تجاوز الأدب حتى الأدب الأدبي مع البردة، وسوى قصيدة: أنصت لميمية جاءتك من أمم مدادها من معاني نون والقلم تفجر، هاجت قريحة صب في محبتكم سيلا تحدر مثل هاطل العمم. يقول: دع المغاني والأطلال مائسة وخيمة وشويهات بذي سنم. كانه يعني يعرض ببردة الموصل. لما جاء هذا الشيخ سعيد بن خلف خمس هذه القصيدة تخميسا ماتعا رائعا، وقف عمالقة الأدب أمامها وقفة. يعني ترى هذا كما يقول البوصيري: صادق الحب يملي صادق الكلمة. ما يتكلم، حبه هو الذي ينطق ويتكلم. الشيخ سعيد يعني حقيقة ما كان أحد يتوقع أن يقول شعرا بهذه الطلاوة والطراوة والحلاوة. حتى أن أحد الدكاترة لما سمع أو طلع على البردة قال: أظن أن ناظم هذا التخميس إما أن يكون في زمن البصيري أو جاء بعده بقليل. قال الدكتور: استريح، هذا مفتي مساعد مفتي عمان، هذا موجود الآن معاصر. قال: أيعقل أن يقول هذا الشعر شاعر معاصر؟ قال: نعم. يقول الشيخ سعيد بن خلف: أمن تحدر دمع منك منسجم على فراق حبيب حل بالحرمين، أم من لواعج أشواق مزاحمة أحشاء نفس بحكم الحب عالمة، أمن تحدر دمع منك منسجم على فراق حبيب حل بالحرمين، فقلت عند امتزاج الدمع بالعنم أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم من لواعج أشواق مزاحمة أحشاء نفس بحكم الحب عالمة، أم من تباريح وجد فيك قائمة، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمة. فقال الشيخ: فما لكفيك إن قلت اسمحا أبتا، وما لأذنيك إن قلت اعف فاصغتا، وما لرجليك إن قلت اقعدا سعتا، وما لعينيك إن قلت اكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أبعد 70 عاما جئت تنصح لي، أنفقتها في هوى أحبابي الأولي، فلست سامع عذل في هوى عملي، إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. عموما حب النبي صلى الله عليه وسلم عند العمانيين لا زال فياض وملآن، وإلى وقتك هذا تجد أنهم يفيضون وينضحون حبا. لما جاء هذا الدكتور الكبيسي جاء إلى عمان، ألقى محاضرة فين؟ ألقى محاضرة في العاصمة، صححوا لي إن شرد الذهن إن كنت أخطأت، أظن ألقى محاضرة في مسقط في العاصمة، وألقى أخرى في صلالة، أليس كذلك؟ لعل هنا في مسقط أو في صلالة. قال يقول ها يقول: أرى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت في أكثر شعوب العالم وبقيت فيكم يا معاشر أهل عمان. ما هي؟ قال: سنة العمامة، مع أن أكثر الموجودين عند لبس المصرة، لكن هو متعجب لأنهم هم يسدلون الشماغ وكذا، والعمانيين يعتجرون بالمصر ويعتمون. فقال: هذه سنة أضيعت فعلا، سنة العمامة لا تزال خالدة في العمانيين. يعني إن قلت على مستوى الخليج ما شاف الخليج حد ملتزم بالعمامة إلا العمانيين، من الحاكم ابتداء بالحاكم نازل كلهم يلبسوا عماين، صح ولا لا؟ كلهم يعتمون، حاكمهم محكومهم يطبقون السنة، سنة العمامة. فهذه إحدى سنة البشاشة والطلاقة التي سحرت شعوب العالم،
كل العالم اللي يجي حتى ظنونا أن أسعد شعوب العالم. خدعنا الناس. نعم. فصنفونا من أسعد شعوب العالم لأن البشاشة يراها الرائي من على بعد لمن عرف ولمن لا يعرف. وهذه سنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. وتجد أن العماني لا يخدش شعور أحد مهما يكن. العماني لا يخدش شعور أحد، ولذلك تجدهم في أرقى ذرة التعامل والخلق القويم بشهادة العالم أجمع، بشهادة العالم أجمع. حتى أن بلغوا في أخلاقهم حدا يعني يضحك بعض الناس، يقول يعني يثير بعض الفكاهات على سعة ونبل أخلاقهم. يعني بعض الفضلاء يقول إذا رأيت إن شاء الله إذا رأيت على باب الجنة اثنين يتعازموا فعرف أنهم عمانيين. يقول إذا شفت اثنين يتعازموا على باب الجنة يقول دخل أنت يقول عرف أنهم عمانيين. يقول تعازموا على الحجر الأسود ضار بذلك زحموا ذلك الناس حتى وصلوا اثنين، واحد من ذي الجهة واحد من ذي الجهة، حتى وصلوا فتقابل عماني قابل عماني، عاد استحى النزاح ما قال تفضل، قال لن تتفضل، قال لن تتفضل، والناس وراء الضارب خلصونا، قال لا تفضل انت، لا واحد. يقول القاضي سالم بن خلفان حفظه الله تعالى يقول كنا حاجين انا والشيخ حمود الصوافي، وجئنا لنجدد الوضوء وصفينا في الطابور، طابور دورات المياه، وانا اقود الشيخ الى ان وصل الدور، انا اقود الشيخ متحاذي انا وياه، وصلنا عاد دور حلي ولا من يدخل؟ قال الشيخ دخل انت، قلت له دخل انت، قال لا دخل انت، قال الشيخ انا اتاخر دخل انت، قال للشيخ انا ما يمكن اتقدمك دخل انت، يقول جاسين تعاز ولا جاب باكستان ودخل، قال يلا هذه. شفت كيف احيانا قد يعني تدخلهم احيانا سعه اخلاقهم العمانيه تدخلهم في مازق، مرات تورطهم دخلهم في مآزق مثل الحالة ذي، ما حد يعازم حد لكن هم مصرين هم يعازمون. فأخلاقهم مشهود بها، والنبي عليه الصلاة والسلام مدحه الله بالخلق وقال أثقل ما يوضع في موازين العبد يوم القيامة بعد الإيمان بالله حسن الخلق، وقال وإن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم، وقال صلوات ربي وسلامه عليه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. هذا أول داعية في بلاد الصين أبو عبيدة عبد الله بن القاسم أبو عبيدة الصغير. هذا الرجل يعني دعا إلى الإسلام ولم يشهر سلاحا، ونشر الإسلام في الصين دون أن يشهر سلاحا، ولم يعني يقل كلمة نابية واحدة، وإنما فتح القلوب بأخلاقه حتى وصل إلى إمبراطور الصين لما شاع من أخلاقه الفاضلة والنبيلة، وصل إلى إمبراطور الصين. وبلغني أن أهل الصين يعرفون أبا عبيدة إلى يومنا هذا، يعني سرى مفعول أخلاقه الساحرة إلى يومنا هذا، بعض أهل الصين يعرفون أبا عبيدة عبد الله بن القاسم العماني هذا. فأهل عمان كان انتماؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم انتماء حقيقيا، وبقوا في أوفياء له عليه الصلاة والسلام في سلوكهم وفي أخلاقهم. نعم لم يكثروا من الإنشاد في حبه صلى الله عليه وسلم، وإنما بالغوا في الذب عن حياضه والذب عن سنته والاهتداء بهديه، نعم والغير عليه، حتى مسألة يعني مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هرب، التعبير بهذه العبارة أنه هرب من مكة إلى المدينة، هذه العبارة أثار فيها العلماء بحثا، هل يقال هرب أم لا يقال؟ هذه العبارة رأوها موحشة في حقه وفي مقامه وفي شأوه صلى الله عليه وسلم، رأوا هل يليق أن يقال صلى الله عليه وسلم هرب من مكة إلى المدينة ولا ما يليق؟
كذلك الشيخ السالمي رحمه الله تعالى يقول: ولم يفر المرسلون والنبي ما فر نحو الغار خوف الهربين، لكن خروجه لما قد أمر به من الهجرة حيث ائتمرا لم يؤمرن بالقتال فاعلما كيف يصح أن يقال انهزما. ففرضه الخروج نحو يثرب وبدخولها القتال، نعم، ففرضه الخروج نحو يثرب وبدخولها القتال وجبا. والمصطفى لم يتأخر شبرا في موقف كيف يقال فرا، والمصطفى لم يتأخر شبرا في موقف كيف يقال فرا، فنسبة الفرار في جنابه كبيرة إذ لم تكن من بابه، فنسبة الفرار في جنابه كبيرة إذ ليس من إذ لم تكن من بابه. فهو صلى الله عليه وسلم حتى في كلمة فر أو هرب لم يروها لائقة، بينما تعال في أختم يعني بهذا، تعال حل مرويات الآخرين يقول لك: وبال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وحذيفة واقف عند رجله يحرص يترجى متى يخلص النبي. بالله عليك هذا كلام؟ هذا هؤلاء الذين نعم أنشدوا الأشعار التي لم نصل إلى عشر معشارها، صحيح هم سووا أشعار كثيرة في حق النبي عليه الصلاة، لكن هل احترام النبي الاحترام اللائق في الواقع والسلوك؟ يرون أن النبي بال واقف، ولما ناقشت أحدهم قالوا فيها إيه يعني، قال وفيها إيه، قلت له قوم بول أنت قدام الناس واقف، تعال قوم خلي. إذا كان فيها إيه قوم سويها أنت قدام الخلق بول يعني، هذه هاك قال فيها إيه، لم في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم فيها إيه. قال فعلها مضطرا، كان مريض. طيب فرض إنه كان مريض أيضا أن يقف حذيفة عند رجله عليه الصلاة والسلام، واقف عند رجله، قال وما أدرك أنه كان ينظر إليه، كان عاطي النظارة يعني، هو مصر أنها صحيحة يعني بالغصب كذا صحيحة. يا رجل اتق الله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ما صحيحة. قال ما رواها مسلم، كيف يقول ما صحيحة؟ ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مقاما من مسلم، من مسلم في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الإمام مسلم؟ تذكروا قلت قال رسول الله كذا وقال ابن جعفر كذا، فكيف نوفق؟ إيش قال له؟ إيش قال له؟ قال اضرب بكلام ابن جعفر عرض الحائط. وهذا يقول لك لا، راوينا مسلم كيف مضاعفه، صح عن رسول الله أنه بال قائما. هذا الكلام. ويجي عند امرأة لا تقرب له على الصحيح عند الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح، يأتي وينام في بيتها وهي أجنبية منه وتفلي لرأسه، امرأة أجنبية تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما يلمس متى ما يمس ولا يمس من قبل الأجنبيات. وهذا يأتي ويقول لك كانت تفليل رأسه، ما عند تسع حريم عليه الصلاة والسلام يجي عند أجنبية تفليل له رأسه، وتقبل أمثال هذه الأخبار. وهو مل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول ويتحجج لك ما رواه البخاري ورواه مسلم، ماشي بس رواه البخاري أخطأ، ثقيل على لسانك نقول أخطأ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ السالمي، هذه الشيخ السالمي يقول هنا بعد الكلام عن الفقه، قال أبو سعيد بأبي محمد في نسبة الفرار صار يقتدي، قال وهذا خطأ من أبي محمد من أبي سعيد أنه اقتدى أبي محمد في المسألة، قال وهذا خطأ، ما يجامل في ذلك، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة فر، بس مسألة فر، قال فر، هل فر أم لم يفر؟ قال من قال بذلك فقد أخطأ وهي في جنابه كبيرة، فر في جنابه كبيرة. وهذا يقول بال واقفا ولا بأس، وفلت وتفليه امرأة أجنبية ولا بأس، ويكشف عن أفخاذه بل عن عورته ولا بأس، ويسحر ولا بأس، كله عند قوم يزعمون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا،
هذا لا وجود، هذا التهاون في مقام صلى الله عليه وسلم وجنابه لا وجود له، لا في أقوال العمانيين ولا في أفعال العمانيين، والحمد لله رب العالمين. ونحن نذكر هذا، ينبغي أن نذكر أجيالنا الأبناء والشباب إن هذا الإرث ذا ينبغي أن يحافظ عليه، هذا الإرث، إرث التعظيم والإجلال لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على أجيالنا أن تحافظ عليه وأن ترعاه وأن تصونه وأن تحرسه. لأن هناك يعني ما الظن أن هذا رأس المنافقين بن سلول قد مات وخلاص ما ترك، عنده أحفاد. أبي بن سلول هذا الذي كان يسوي الشوشرة في صفوف المسلمين ويريد أن يفعل الأفاعيل في المسلمين، هذا موجود له أحفاد يفعلون في دخاليز الظلمات الأفاعيل من أجل تميع الأخلاق، أحفاد أبي بن سلول وأبي بن خلف وشياطين الجاهلية الجهلاء لهم أحفاد تركوهم الآن يفعلون الأفاعيل. وإلا بالله عليك هذا الشاب إيش اللي جرهم لجهل دينهم؟ تلقى اختلاط وتلقى صور عجيبة وتلقى إقبال رهيب على أماكن لا سلطان للشرع عليها، سلطان الشرع مرفوع عنها، وتلقى التدافع والتزاحم عليها رغم علمهم أن شرع الله لا يقرها. بأي دين نتحرك نحن؟ فعلينا أن نحافظ على إرث أسلافنا وإرث أجدادنا، وهذا الإرث إرث فضيل نبيل. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نكون بهديه مهتدين وعلى سيرته سائرين وبنهجه مقتفين، وأن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. ترى بشركم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثركم علي صلاة أكثركم أزواجا في الجنة، عارفتم كيفكم بغينا أزواجا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله قد دار أن تجلى غيائبها فأرسل الرسل فانجابت سحائبها. أتوا بآي فلا تحصى عجائبها، لكن خير الورى في الأصل صاحبها. ومن سنى نوره تجلو ثواقبها، فإنه شمس فضل هم كواكبها. يظهرن أنواره للناس في الظلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كن يا مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تحدد دمع منك منسجم، على فراق حبيب حل في الحرم. فقلت عند امتزاج الدمع بالعنم، آمن تذكر جيران بذي سلم. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن لواعج أشواق مزاحمة، أحشاء نفس بحكم الحب عالمة. أمن تبارح وجد فيك قائمة، أم هبتي الريح من تلقاء كاظمة. وأو مضى البرق في الظلماء من إضم. مولاي صلي وسلم مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لأذنيك إن قلت عفو فصغتا، وما لكفيك إن قلت اسمحا أبتا، وما لرجليك إن قلت اقعدا ساعة، وما لعينيك إن قلت اكففا همة، وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم نفسي أنها حفظت أعود أحبابها في كل ما وعظت، لكن ما شرها طبع به عكظت. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت، من جهلها بنصيح الشيب والهرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته في طيبة حرم،
وذكره قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته في طيبة حرم. وذكره قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.